هي ساكنة هنا لوحدها ولا مع مين؟ لازم لوحدها. خسارة إن سذاجتها البدوية تنقلب شر. خسارة. الغريب إن ليها شخصية من الصعب إن الواحد ينساها. الله، غريبة، صوت إيه ده؟ لا دي قطة. دي مش قطة، ده صوت واحد بيتألم. بقول لك دي قطة. الله، مين؟ صبا؟ ارفع ايديك لفوق. قصدك ايه؟ مش فاهم. ارفع ايديك، اي حركه تعملها هتضربك بالرصاص. انا مندهش. قصدك ايه من كده؟ هي غريبه فعلا، لان الايد اللي انقذت حياتك مرتين هي نفسها اللي هتقتلك مره واحده للاسف. عارفه نتيجه عملك ده ايه؟ هتسلمي رقبتك للمشنقه. هسلمها للمشنقه، بس بعد ما اكون سلمت رقبتك انت العزرائيل. امشوا قدامي، امشوا قدامي على فوق. كنت عارف انك هتعمل كده، ده مسدس اطفال، جربه. ده مسدس اطفال؟ ارفع ايديك، ارفع ايديك، امشي قدام على جوه. اقعد على الكنبه دي. تحب ايه قبل ما تموت؟ مجرمه. مجرمه. انت عارف انا جبتك هنا ليه؟ عاوزاك تموت بين الجدران دي اللي سمعت بكاي عليك، والفرش اللي شرب من دموعي يشرب من دمك. طبعا خايف تواجه الموت؟ اغميلك عينيك؟ ما تقدريش تقتليني، ما عندكيش الجرأة. اقتلي، اقتلي انا قدامك. انت بتتحداني؟ انا هقتلك. اتشهد، اتشهد على روحك قبل ما تموت. سكت ليه؟ اقتلي اذا كنت عايزه. حضرتك عامل شجاع؟ انا هعد لغايه ثلاثة، ان ما تشاهدش انت حر. واحد، اثنين، ثلاثة. برضو مسدس اطفال، انت صدقت ان اقدر اقتلك؟ مهما عملت فيه ما تهونش علي يا سيدي مجدي. انت جيت ورايا ليه؟ تسمحي لي بكوباية مية؟ انا متأسفة اني ازعجتك. انا مش هجيب لك المية بس، انا هجيب لك شربات، لانك تنازلت وزرتني في بيتي. وعرفت ازاي اللي جاي وراكي؟ عندي بوليس سر، عارف خطواتك اللي انت هتعملها. بوليس سري؟ مين هو؟ قلبي، هو اللي قال لي انك هتراقبني وتيجي ورايا. وقلبك ما قالكيش حاجه كمان؟ قال لي حاجات كتير ما اقدرش اقولها لك، وقال لي انك مش مسافر بكره. لا، لازم اسافر اول ما تيجي المركب وارجع مع صاحبي مصر. كده بسرعه؟ ملكش حق. مسكين، تصور اني نسيت خميس خالص. وتصور ليه؟ ما انا ناسيه انا كمان. خميس، خميس، بطشيني وحياتك. اصحى، اغطيك ايه؟ غطيني وابكي عليا. قوم يا بني ادم، بعدين الفرخه تخلص. فرخه؟ ايه فين الفرخه؟ انت جيعان؟ ده طول عمره جعان. استنى اما اجيب لك فرخه. فرخة السلام، سبحان من حقق الأحلام. أجيب لك عيش كمان؟ لا 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 لا، عيش على إيه؟ أنا حسها كده. دي كفاية تشبعك؟ كفاية ولو إنها مسح زور. ما بلاش اللي هتمسح بيها زورك دي، وتجيب لك لبن وتمر من بتوع الصحراء. لا يا أخويا، أنا اتفطمت من زمان. على فكرة أنا نسيت أهنيك. على إيه؟ على جوازك. تهنيه؟ ودول البقية بحياتك. ترى يا خميس؟ والله انا قلت حاجة. مش برضه سلوى هانم؟ ايوه. للأسف الشديد. ربنا يوفقهم. ادي اللي مش هتحصل ابدا. خميس، ايوه كفاية بقى. على فكرة مش عاوز مني اي حاجة؟ اي خدمة نعملها لك في بورسعيد انا تحت امرك، ويسعدني انك تاخد ترقية جديدة. صبا، انت فهماني غلط. أنا مسافر بكرة أول المركب ما تيجي، ودلوقتي أنا مضطر أسيبك.
مضطر؟ ليه؟ تعبان وعايز استريح. طيب تسمح اذا المركب اتاخرت بكره كمان تشرفني تتغدى معايا؟ اعمل كل جهدي. هو الاكل عاوز جهد. هنيجي نتغدى بكره. وديت الفرخه فين؟ ما طارت. طب والعظم؟ عظميه فيها عظم، دي فرخه بنات. وازاي يا عم؟ عمي مسكين مشلول ما بيتحركش من السرير كده. ربنا يشفيه. ودلوقتي انا سعيد جدا بالمقابله دي. وانا اسعد منك. ده انت بكره هترمي السعاده، هتبحلك ديكرومي. ديكرومي؟ اللهم صبرني لغايه بكره، ده انا الليله دي مش هيجيني نوم. تصبح على خير. في وديعه الله. اوعى تدي بقى الديكرومي زي ما قلتيلي. دوبار.